قصص فرح. تبدي أحلى القصص. Once upon a time كان يا مكان وزور ابن الزرزور. بحكي لكم حكاية كلنا فيها بندور. نزور أبطال غيروا نظرة الكون. نسمي بالله ونبدي قصتنا أنا وأنت وكل حبايبنا. كان يا ما كان في قديم الزمان. قصتنا اليوم عن الريح والشمس. في يوم من الأيام كان في حوار بين الريح والشمس. الريح قال إن أنا أقدر أخلي هذا الرجال اللي واقف يفسخ جاكيته، والشمس قالت أنا أقدر أخلي هذا الرجال يفسخ جاكيته. صار بينهم تحدي، كل واحد منهم قال إن أهو اللي راح يخلي الرجال اللي واقف يفسخ جاكيته، ها واللي يفوز أهو له هدية عجيبة. فقالت الرياح أنا راح أبلش. قعدت الرياح تنفخ وتنفخ وتنفخ وصارت عاصفة كبيرة. الريال غطى نفسه زيادة بالجاكيت، والرياح تنفخ والريال يلم الجاكيت أكثر ويبرد الجو ويتغطى أكثر. لما الريح تعبت، تعبت تعبت تعبت، شكل الريال هذا ما رح يفسخ جاكيته. كانت هي الشمس المشرقة قالت الحين دوري. راحت الشمس وقفت بكل هدوء وطلع نور الشمس الجميلة، وظلت الشمس واقفة في مكانها ونورها يزيد وحرارتها تزيد بكل هدوء. بلش الريال يحتر، أول شيء بطل الزرار الأول، بعدين حس لأ الحر بلش يزيد، كان يفسخ جاكيته. إيه الشمس بلشت تصفق، أنا فزت، أنا فزت. شفت يا الريح أنا بهدوء واقفة بمكاني، ما تحركت ولا حتى اشتطيت وفزت. لما الواحد يوقف بهدوء وبكل ثقة يسوي شغله هو اللي راح يفوز. شفتوا يا أطفالي يا حلوين، لما نسوي أي عمل نكون هادين، ناخذ نفس عميق ونسوي شغلنا بكل هدوء، لأن كل ما كنا هادين راح ننجز أكثر وننجز أقوى. عفية على عيالي الحلوين. ونختم قصتنا الحين مع مستمعين الحلوين، وأبلة فرح بتقول لكم كلمتين. أنا أحبكم حيل حيل، نشوفكم على خير، مع السلامة. قصص فرح.